عندنا فخفخين هاضية من الفخفخينة. أصابيع البوبو يا خيار. عباله ما يحرم حاله يابا. احنا فخفخينا الكرز على المشمش. عبي عبي يوسف بلديك. مشروع اسمه رحلة أصوات مستعادة في التعاون مع الفريق اللي معنا، اللي هو مشروع بحثي فني استمرار لرحلة اختفاء. بحثنا بشو اللي اختفى من المشهد اللي في السوق الناصري، واكتشفنا انه اهم اشي اختفى هو الاصوات. فالاصوات هي روح البلد، هي ذاكرة المكان. نقدر نفهم قصة هاي المدينة من خلال اصواتها. يعني يعني الصوت هو حياة، هو علامة حياة. فمن هون بلش المشروع انه نحاول انه نبحث في شو الاصوات اللي كانت، كيف تمازجها مع بعض، مين الشخصيات اللي كانت تطلع أصوات، وين الأماكن، ونمشي حسب الأصوات. يعني نلحق الأصوات ونفهم تاريخ البلد من خلال أصواتها. قلنا إنه نرفع من معنويات الخدرجية وأصحاب البسطات بأنهم ييجوا ويبسطوا ويدنادوا ويدللوا كيف كان تقريباً قبل 30 سنة كان آخر مرة دللوا على البضاعة. فمش سهل إنه يرجع ينادوا بعد هذا الصمت القاتل اللي صار له سنوات طويلة، وبالذات إنه وضع السوق في تدهور، تدهور من ناحية عمرانية، تدهور من ناحية المحلات عم بتسكر، الأوضاع بسبب الحرب على غزة، بسبب الاجتياحات اللي عم بتكون على المحلات والممتلكات الخاصة في السوق تكسيرها. فكل هذا كسر من معنويات الناس. عالمشمش عالمستكاوي دوالي بين الدوالي والكرم العالي. حياة حلوة، حياة جميلة، الخضار، يعني الواحد يعني مش بحاجة كان يطلع لبرا، كان يجي هون على السوق خلص المي والخضرة، المي والخضرة وكل شي فيه. إن شاء الله إنه بيجوا يشجعونا يفوتوا على السوق. يعني إحنا قاعدين بنقاوم هون، مش هوينا يعني، قاعدين بخسارة مرات بنشتغل، قاعدين هاي بدناش نخلي بدنا التراث يضل قايم بسوق الناصري البلد القديمة. وفيش مين يدعم، فيش مين هاي مرات إياها، يعني بنشتغل بخسارة تقريبا. عنا نجاس لوجع الراس عبي دوالي قايمة علينا. ودي مش 20 نكترينا بالعشرين نص السعر اليوم، نص السعر خلي الناس ساكت. كانت الحياة الحلوة، حتى الجيري العالم كانت تختلف كليا عن الحياة اليوم. كمان أنا عشت بالسوق كمحل بقالي 14 سنة. يعني إيش بدي أحكي أكثر من هيك؟ حياة اختلفت كلياً، ترجعني حياة الحلوة القديمة. كيف كنت تسمعي تفوت على سوق الخضرة، تسمعي صوت الأذان نهار الجمعة الصبح بكير عبد الصمد كنا نفيق عليه، بعدين تسمع جراس الكنايس، الحفلات الحلوة اللي كانت تدور على أيامات رمضان وعلى أيامات الأعياد المسيحية الشعانين، تشوف الأطفال اللي لابسين أواعينا الحلوة ويجي يفوتوا على الكنائس، أو أطفال رمضان اللي تفوت على الجوامع. حياة كانت تختلف كلياً، محبة، يعني محبة كانت مشتركة بين الناس، تفاهم. اليوم هذا بطلت تلاقيه. عينك عينك على الزعفة. نص السعر اليوم، نص السعر خلي الناس ساكن. دوالي يابا الكرز على المشمش.